احنا المهم عندنا ان نحقق هذا الرقم الموجود على الشاشه 400 وجبه افطار صائم في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قيمه الوجبه 15 ريال، وعندك عاد الاسهم الموجوده على الشاشه قيمه 100 ريال بقيمه 450 وقيمه 500 والى اخره. هذه القيمة الموجوده اذا قدرت عليها كان بها واجر وخير، واذا ما قدرت 15 ريال تفطر لك صائم واحد ويكون لك باذن الحي القيوم مثل اجره في مدينه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله اني يوم شفت ان احنا امس 31000 واليوم 33000 والله اني فرحت. اي والله فرحنا 2000. الانجاز قليل داعم خير من كثير منقطع، الانجاز هذا المستمر اليومي بكره نقول احنا ترى وصلنا 40000، يلا بكره 50000، ما تدري لو وصلت ال 100 وصلت ال 200 300 400 وخلصت. وهذا يا اخي شيء يحمس يا اخي، سؤال منطقي ونبغى يعني كل واحد يستشعر بالحاله اللي يعني المثال اللي بحطها لك. تخيل انك نايم في على ما قال نوم عميق في سبات عميق، يجيك واحد ينصحيك يقول سام جايب لك هديه. والله لا اموت ها نغمى علي والله. شوف وانا صاحي ما اجيب هديه وانا نايم اجيب هديه. تخيل يجيك واحد يصحيك طول عمر السلام وانت في عز نومك وانت يعني ما تفكر بالاشياء هذيك، اللي يجيك واحد يصحيك يقول طول عمر سام هذه هديه. والله فما بالك شخص ميت منقطع عمله من كل شيء، تتصدق عنه تصلها الصدقة وهو لا حول له ولا قوة، ويدري أنها منك ويدري أنها في صوم ويدري أنها يعني من أعظم الشعائر اللي عند الله سبحانه وتعالى، تأخذ لك أجر. وهذا يعني لأنك أنت دل سويت الشيء فهذا أنت يكسب لك أجر، وهذا الشخص يكتب له أجره، لأنه أنت ما تدري عن حالته، إحنا ندري عن حال بعضنا لا. والآن أنت ممكن تتصدق وممكن يعني الواحد يتماكن عمره، لكن شخص انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا الشخص ممكن يكون أمك، ممكن يكون أبوك، ممكن يكون أخوك، ممكن صديق لك، ممكن لأي شخص تعرفه أنت، ممكن هال 15 ريال هذه تفرج له ما بين المشرق والمغرب، أنت ما تدري، هي تكون في العمل وتكون على قدر النية يعني، فكل واحد منا له غالي قد راح. هنا النقطة استشعارنا فيها بأمر دنيوي، هدية والله لو أني أصحيك من نومك وأقول لك سم جيب لك ترى عشاء معي ولا فطور ولا شيء بسيط، كيف بتكون فرح؟ فما بالك انها صدقه لشخص ميت. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني والله انها من اعظم النعم اللي انتشارك بشيء ينفعنا باخرتنا قبل دنيانا. احنا الحلقه لها ساعه ونص تقريبا، ضحكنا وسولفنا وطقطقنا ومزحنا وجبنا شيء بالتاريخ وجبنا شيء في، لكن ما ننسى شيء مهم عندنا في في في, في اللي هو اساس حياتنا. نعم. فيعني الصراحه انا الحمد لله يعني اول شيء الحمد الله سبحانه وتعالى اني في محفل يعني يكون فيه هذا الشيء العظيم، واني اقدر اشارك فيه سواء صوت ولا فعل ولا نشر ولا، فاللهم لك الحمد. يعني ودنا نحط ايدينا ببعض نكمل هذا العدد، لانه والله انه بسيط جدا، مبلغ يسير وكلنا قادرين عليه ان شاء الله باذن الله، واجره عظيم باذن الله، باذن الحي القيوم ان شاء الله. الله يجزاك خير يا ابو عمر. والله شوف احنا امس كان اول اعلان لنا في البرنامج، والمشروع عظيم جدا، وسبق ان قلت يعني الواحد يتمنى انه يضيف له ضيف في رمضان يكسب اجره. نعم. ما هو بلاجل انك تقول انه كريم ولا هذا كسبت اجر، فما بالك هذا الضيف لما يكون ضيف الرحمن سبحانه وتعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كم من السفر يعني تفرش، وكم من الصائمين يفطرون، وكم من الاجور يعني تحصل، فكل مساهمة يعني والله مبلغ 15 ريال يعني لو دفعت الآن 30 ريال وجبتين، هل تعتقد أنها عند الله بال 30 ريال ذي؟ إلا والله أنها مدبلة بأضعاف أضعاف، ربما هي اللي تنجيك في ذلك اليوم. فالواحد لا يستهين، أتوقع حتى في كذلك أنه تقدر تشتري أكثر من وجبة في باكج. صحيح، في أسهم. في أسهم، نعم. فالواحد يعني يهتم لمثل هذه المشاريع اللي أثرها واضح وقدام العين، واللي يزور الحرم المكي او النبوي يشوف المشاريع هذه وافطارات الصائم وتفاعل الناس معها. فاللهم اجعلنا من المبادرين المتصدقين المساهمين في هذا المشروع. والله نحن نحث الناس يعني لهذا الاجر العظيم وهذا الفضل الكبير، اللي نسال الله ان الله يجعل يعني يهيئ لهم الاسباب، يكون لهم فيهم ان شاء الله المشاركة والسبق. نعم.
مع أهل الخير إن شاء الله. عندنا سهم الأجاويد 50 ريال، سهم الفرد الواحد 100 ريال، سهم الوالدين 900 ريال، واللي إفطار شخص لمدة شهر كامل 450 ريال. يا بلاش الله أكبر، 450 450 بالله يقسمها على 30 يوم، شخص واحد 450 15 ريال 15 ريال. تأكد والله ذكي يا ابو 15 ريال ابو عمر ما شاء الله. يا سلام صدق احنا ما نحتاج نحاسب، هي الوجبه ب 15 يقول لك شهر يعني. يا سلام والله يقول لك 15 ريال و30 يوم ب 450 ودك ما تشغل عقلك. والله يا اخي يا بلاش يعني شهر كامل وانت تفطر هذا وانت صمت، وانت صمت شهر كامل. لا صمت شهر كامل. الله اكبر. يعني تخيل انت مبلغ بسيط والله، والله بسيط. انت شوف كم تحتاج من الحسنات في عمرك ما تدري، لكن تدري انك متيقن انك محتاج لرحمه الله سبحانه وتعالى. كيف تريد ان الله يرحمك وانت لم تري الله سبحانه وتعالى من نفسك جهد او اصرار او محبه او عزيمه او اعمال صالحه؟ كيف تريد الرحمه؟ الله ذكرها لنا، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى تنفقوا مما تحبون. احسن. احنا اليوم قاعدين نستعد لشهر فضيل. تخيل الشخص اللي جايك راغب ويستعد وده انه يعمل لاجل ان يستقبل رمضان احسن استقبال. اجي نفسيتي الايمانيه الروحانيه جاي وانا متحمس لرمضان، ابغى الاجور العظيمه. يوم يجي رمضان تلقى ما عندك اي ثقل في الصدقه في الانفاق. لكن احنا اليوم هل بندك رمضان ودك هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ اليوم الساعه اللي انت فيها هذه استثمرها حق الاستثمار، ولو شخص شخصين، لكن والله العظيم يا فرحتها يوم ان تحتاج الى الحسنه، يوم ان يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لاجل الحسنه الواحده، والله ان تفرح فرح وتسر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم ترى حسنات عظيمة بسبب 15 ريال أو 450 ريال لشخص واحد. ثم تخيل معي الأجر حاصل حاصل، استاق اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والبلد عظيم والمكان عظيم. لكن تخيل مع فرش صفرة الإفطار والصائم عنده دعوة عند فطره لا ترد، وقال الصائم الله يحرم وجه من تبرع في هذا المشروع النار، والله يجزى عنه خير الجزاء، والله يشفي مريضه، والله يقضي دينه، والله يرزقه، وجاتك دعوات من بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وانت في بلد ما يدري عنك هذا الرجل، واستجيبت الدعوات هذه كلها زود على الاجور العظيمه اللي انت حصلت عليها. في يوم الانسان ينظر بنيه وبرؤيه لان التجاره مع الله سبحانه وتعالى رابحه وعظيمه. ما تقصر على 15 ريال قيمه 15 ريال، 15 ريال قيمتها اعظم من كونها 15 ريال. شهر كامل وانت تضيف لك ضيف في الحرم النبوي. الله اكبر. 450 والله انه شيء والله شيء في نقطه يعني بنوصلها للمتابعين ونذكر انفسنا فيها. ترى الوجبات راح تكتم فينا ولا بغيرنا، العدد هذا ان شاء الله راح يتم. ال 400 الف وجبه، لكن انت شارك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا المنافس. لو كل واحد من يتابعنا الان شارك ب 15 ريال انت يمكن ما يجي يوم السبت الا خلص. والله يعني ترى فالعدد الوجبات راح يكتمل باذن الله، والله سبحانه وتعالى ما راح ينسى عباده يعني. فلا حد ينسى، لا حد ينسى يعني القائمين عليها ثقات. يعني بعض الناس يجي يقول احنا ما ادري كيف المصداقيه كيف نوصل. يا شيخ قم لا ارنك على الناس تعبانين لهم شهور يجون تصاريح وجمعيات وثلاجات و سيارات نقل ينزلون في الحرم من العصر، يجي تقول وين المصداقية؟ يجي تقول مصداقية إلا والله إلا نثق فيهم وعياننا ومننا وفينا ونبادر وما نقص وفيناه وفضل من الله سبحانه وتعالى وجمعية مصرحة تحت ظل الدولة. إذا ما كان في مصداقية في طيبة الطيبة وين في مصداقية؟ وتحت ظل الدولة يعني تحت رعاية الدولة، يعني كل شيء قدام الدولة. فالواحد يعني لا يثبط الناس. إذا منك بتبرع فالله يجزاك خير، ما بتبرع اسكت يا أخي. لا تثبط الناس عن الخير، لا تمنحهم من الخير. هذه جميع السفر اللي في الحرمين الشريفين سواء في مكة أو في المدينة تحت مظلة الدولة. ما في جمعية، أتحدى جمعية واحد يجي يقول لي في جمعية في مكة ومدينة تشتغل بدون تصريح من أمارة المنطقة أو من وزارة الأوقاف أو أي جمعية أو من رئاسة الحرمين. حتى لو ما هي في مكة ومدينة، كل الجمعية. كل الجمعية، لكن أتكلم عن وجبات إفطار الصائم. صحيح. لا توجد جمعية إلا مصرحة معها تصريح. وعد الوجبات حتى يعطونا كم عدد ويعطونا المنطقة اللي يشتغل فيها، شغل منظم بكفاءة عالية والحساب البنكي متابع من الدولة كله كله كل شيء مرصود. بادروا والله بادروا. والله الكلام الطيب.
شيء اللي تحطه ويرتاح فيه ضميرك. فيض الله وجيكم، الله يعطيكم العافية، ويتقبل من الجميع يا حي قيوم صدقاتهم يا رب.